بس ما أحب البحبحة. توقيع البنوك وبوي كان بعد ما يعطيها حتى توقيع بنك. اضطرت الشركات إن مثل ما تقول تسحب الوكالات منه، ومع الأسف كل المشاريع المشتركة ما تنجح وفقدناه قبل وقته بصراحة. أدير عدة شركات ما فيها عائلية، وايد أسهل أن تتخذ قرار تجاري. لا والله الوالد كان ينتظرني حتى قال لي قبل لا تخلص الدراسة ما تحتاجه. قلت له لا، أنا أحس إن واحد عنده ثقة أكثر إذا عنده يكون عنده شهادة. فقلت له لا أنا أحس، فقال لي أوكي على رأيك يعني. فانتظرني لما خلصت سنة 66 ورجعت ذاك الوقت، وحالا يعني كان مثل ما تقول محل ثقة منه، إن أعطاني يعني تقريبا كل المسؤوليات بما في ذلك توقيع البنوك. وبوي كان بعد ما يعطيها حتى توقيع بنك فأعطاني يعني كل المسؤوليات وتدرجت في العمل يعني. يعني مثل ما تقول عائلتنا من جدنا العود اللي كان في مواد البناء، ليه أبوي خليل يدي اللي عقبه، ليه يدي أحمد اللي هما أخوان لأن أمي وأبوي أولاد عم، ليه أبوي وعمي كلها تجارة يعني. فإحنا مثل ما تقول متشربين كلنا تجارة، ما عندنا طموح إن نسوي شيء ثاني. وأنا يعني في البداية ما كان عندي يعني شيء مهم هذه التجارة ولا شيء ثاني، بس من قبل سنتين قبل التخرج الوالد يحن علي مثل ما تقول تعال ارجع اشتغل يعني ساعدني مثل ما يقول. لأن الوالد في ذيك الفترة كان عندنا وكالات مهمة في السعودية، هي بلاكستون وليستر وهاي، فكان والد كثير السفر أثناء ذيك الفترة إلى السعودية، يعني 3 أيام هنا و3 أيام هناك. فكان يحس يحتاج أحد يعني يساعده. خسرنا الوكالات في السعودية لأن بعدين أصروا أن تكون الوكالات باسم السعودي، فاضطرت الشركات أن مثل ما تقول تسحب الوكالات منه، وتشاركنا مع القصيبي هناك. فالوالد توفق أن حصل وكالة فورد سنة 65، ومع الأسف الشديد سنة 67 عقب ما بدينا نبيع وهذه قوطعت من قبل مكتب مقاطعات إسرائيل ذاك الوقت كان، فخسرنا الوكالة يعني. فبديت أبحث عن وكالة ثانية، فأول وكالة اتصلت فيها هي هوندا، ويبنى 6 سيارات هوندا كانت صغيرة وعليها موتورسيكل إنجن وما فيها بدون مكيف، وكان قيمتها ذاك الوقت 360 دينار يعني 3600 روبية. فما كانت مرغوبة كثير يعني. فبعد كتبنا حق جنرال موتورز واخذنا وكالة بونتياك وجي ام سي. ففي هاي الحالة يعني بدينا نشتغل أكثر في السيارات، لكن كتبت لتيوتا ونيسان بعد. تيوتا ياو البحرين وافد واختاروا عيال عمنا بيت كانو. فكتبت حق نيسان لما نيسان ياو كانوا مع وكيلهم في الكويت براك البابطين، ووافقوا انه يعطوني الوكالة. فكان هاي بداية يعني يعني مثل ما تقول كنت في المكان المناسب في الوقت المناسب، لان في السبعينات في الستينات كان كلها وكالات الانجليزية أوستن وموريس وهاي الوكالات المرغوبة، فما صار التحويل للياباني إلا من سنة 65-66. فكنت يعني ما كان عندهم حتى وكلاء. أنا رحت دبي وشفت أن تويوتا هناك يعني مرغوبة ويستعملونها في التكاسي، فلفت انتباهي. فحالا من رجعت كتبت لهم وكتبت حق نيسان نفس الوقت، فكان يعني نوع من فترة التغيير اللي حبيته دخلت فيه ونجحت فيه، يعني سواء
العمل في العائلة، في شغل العائلة، أو يعني كان عندي اهتمام كثير في الفنادق. فأول ما صارت فرصة قدمت أن أدخل فندق الخليج، وأول انتخابات ما نجحت، بس بعدين صار فراق، والعم أحمد كان الله يرحمه أنا دعاني أن أكون في البورد. فهاي من السبعينات يعني، فهاي كان يعني من الأشياء اللي بعدين طبعا لما بدأت رحلة البنكينج دخلت في عدة بنوك. أول شيء سوينا بنك البحريني السعودي، كان مع أخوان من السعودية، بس مع الأسف كل المشاريع المشتركة ما تنجح بسبب كان حساسية ويمكن نوع من الغيرة شوية. فبعدين كان بنك الأهلي وضعه مزين، فدخلنا كمجموعة لبنك الأهلي وصلحنا الأمور فيه. بعدين طلب مني الأخ إبراهيم عبد الكريم بعد وفاة الوالد أن أصير نائب رئيس في بنك البحرين الوطني، فنوع من التدرج. طبعا من البنوك الثانية هي بنك طيب وبنك بسكوب، نعم كنت فيهم، وهذول طبعا أكثر اللي يسمونهم investment banking. والله أنا أحب الفنادق كثير يعني، من لأن فيها تنويع كثير وفيها اختلاط مع الناس وش اسمه. فكنت يعني دائما شغفي كان في الفنادق شوي، وبعدين يعني بوصفي بزنس مان وفي البحرين دعيت مثلا أن أكون رئيس مجلس إدارة عدة أشياء، منها شركة الأسواق الحرة وشركات التأمين والأشياء يعني هاي. بس يعني ما الناس يبوني أكون يعني. من أيام الوالد عندنا طبيعة عدم يعني المغامرة بكثير، يعني إذا عندك 1000 غامر ب100، وإذا عندك 10,000 غامر ب1000 2000، يعني لا تغامر بال10,000 يعني. فهذه شيء غرس فينا من أيام الوالد، ف يعني طبيعة اللي يسمونه محافظين، وطول عمرنا يعني كذلك تمنا محافظين ما نغامر. يعني حتى لما مثلا صار سوق المناخ في الكويت، كثير من الناس دخلوا وشروا، وهذه الوالد كان يحذرنا دائما ان هاي شيء ترى مغامرة، وطبعا تبين بعد 4 سنين انه هو. فدائما يعني الواحد مع ابوه شوية اكبر منه فتعلم منه يعني. الحين من 67 للحين كم يمكن 50-60 سنة، يعني مرينا في مراحل عديدة، من بداية كانت بداية، بعدين جاتنا النفط زاد سعره في 74-75، فصار بوم كبير. كان في أزمة مثلا المواد، كان ما عندنا إلا ميناء في مرسيين، فكانت البواخر توقف بالأسبوعين 3 برا على ما تدخل حتى تنزل بضاعتها. فبين من يعني 76 إلى 80 كانت الأشياء صعبة، لأن حتى سيارات تتم 2-3 أسبوع برا في البواخر لما تنزل. مواد البناء صعب الحصول عليها فزادت الأسعار. فكل هاي أشياء يعني مثل ما تقول جزء من الحياة. وبعدين صار انحسار من 83 لتقريبا 86-89. بعدين طبعا جت أزمة الكويت، فكلها يعني ما دام الإنسان ما يغامر كثير يقدر
يعني يتحمل. الحين أزمة الكوفيد مثلا كثير من الشركات تأثرت كثير وإحنا تأثرنا كثير، بس يعني مع السبورت اللي أعطونا إياه الحكومة وما يقصرون الحقيقة بإرشادات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، يعني أنقذوا كثير من الشركات من الخسارة والإفلاس صراحة. لا يعني القطاع المصرفي كله حتى في فترة الكوفيد يعني نزل حوالي 25-30% بسبب من أرباحها، لأن الحكومة طلبت من القطاع المصرفي أن يتساهلون مع الناس وأن يوقفون الانترست ويطولون المدد، فطبعا البنك يستجيب لحالات الناس، فطبعا طبيعي أن تنزل الأرباح، وهي شيء يعني الحقيقة يسمونه ترابط مجتمعي، يعني الواحد ما لازم يربح في هالظروف إلا اللي يقدر يربحها من المرابحة من يعني التجارة. بس يعني احنا بعد لان عندنا حالات كثيرة من الناس اللي كانوا يدفعون اقساط، يعني ما نوديهم محاكم لانه ما يقدر يدفع لانه خسر شغله، نصبر عليهم يعني هاي طبيعة. نزلنا اجارات كثيرة في بداية الازمة، يعني يمكن 25% من أجاراتنا نزلت لأن الناس ما عندهم شغل، الناس ما عندهم عمل بعد في الشوبس مالهم، فيعني ترابط وحس يعني الرحمة زينة بعد. والله الوالد طبعا من أكثر المؤثرين في حياتي، ودائما أذكر العم أحمد كانو الله يرحمه والعم علي فخرو الله يرحمه، لأن خالتهم يعني كثير في مجالس ومجالس إدارات. الله يرحمه علي بن إبراهيم عبد العال محمد جلال، يعني من هذول الناس اللي يعني تعاملت معهم كثير وأثروا علي. بس هذول من الشخصيات طبعا البلد كلها. والله أحمد كانو يعني أنا كنت من المعجبين فيه، ومحمد الزامل نسيته بعد. محمد الزامل من الشخصيات اللي كنت وايد أحبها، لأن لما مات أبوه الله يرحمه كان كل أملاكهم باسمه لأنهم سعوديين، فما نكر عليهم، جمعهم كلهم ودرسهم كلهم وفقدناه قبل وقته بصراحة. بس أحمد كانو نفس الشيء، جمع كل عيال عمه وعيال عمه في شركة عالية وكبرها. فأنا أحب الحقيقة الترابط الأسري، فهذول من الشخصيات اللي ريلي أعجبت فيها وأحاول مثل ما تقول أقلدها شوي. فتختلف وجهات النظر. بعدين مع العائلة عندك شيئين، التجارة والكوميرشال والترابط العائلي. يعني أحيانا مثل ما تأخذ قرار زين هذه لأنه ما تبي تزعل أخوك وأختك، فهذه صعب كلش. يعني أنا مثل ما تقول هذه عدة شركات ما فيها عائلية، وايد أسهل أن تتخذ قرار تجاري، يعني واحد مو زين تشيله واحد. في العائلة صعب 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 وايد. فهو تحدي كبير، وأنا أعتقد يعني من تجربتي إن بعد السكند جنريشن لازم يباع جزء من الشركة للناس حتى يكون فيها أكثر نوع من القرار الصائب، لأن إذا تم كذي تبدأ مثل ما تقول الغيرة بين الأولاد والحسد وش اسمه، وهذه يدمر الشركات. والأشياء الثانية اللي لاحظتها بعد يعني مهمة، إنه لما يموت الوالد المؤسس أو اللي سوى الثروة، إذا الأولاد يختلفون أو البنات يتمون في محاكم 20-30 سنة وكلهم
متذمرين، بينما إذا توحد وحتى لو يعني تخسر شوي وتربح شوي كلهم يزدهرون يعني. فهذه من النصائح اللي يعني شفناها في الحياة، عدة عائلات مثل ما تقول المؤسس كان عنده أملاك كثيرة وتجارة زينة، بس من يختلف مو بس البحرين، بسبب ديننا ما تقدر تكتم، لازم كل شيء يروح حسب الشرع. فمن الصعوبة أن توزع كثير قبل الوفاة، فيأثر كثير على المناخ التجاري بالنسبة للعائلات العائلية بصراحة. أصلاً حتى الحين السيارات الغالية ما أحبها، أحب السيارات البسيطة يعني، يعني ما أحب أركب في رولز، ولا حتى عندي بنتلي ما قد ركبت فيها، العيال يستعملون، بس ما أحب البحبحة ولا أحب النفخة ولا أحب التعالي على الناس بصراحة، لأن أحس الناس يعني كلنا بشر ونحب بعض ونحاول نساعد بعضنا إذا نقدر، فما عندي أي نوع من الغرور إن شاء الله يعني. السيارة الكهربائية اللي عندي من الحين من 4-5 سنين ما صرفت عليها إلا 4,000 دينار تصليح، طرشت مرة واحدة لأنه ما فيني، طرشت مرة واحدة دبي قيمة النقل وكذا وكذا وتغيير البريكس وهاي، بس ما فيها يعني ما فيها شيء يتحرك كثير. السيارة العادية فيها يقولون 86,000 قطعة تحرك، السيارة الكهربائية فيها يمكن 200، فما تخرب ما تخترب يعني. والله الوالدة طبعا هي اللي جامعتنا، وهي مثل ما يقولون البركة، فهي محبوبة من كل العائلة، من الأولاد والأحفاد والأحفاد الأحفاد، فهي كانت يعني قبل الكورونا تجمعنا كل جمعة في النبي صالح في بيتها نروح لها، لكن مع الأسف مع الكورونا وقفنا، بس يعني بعدين في رمضان لازم كل جمعة نروح لها يعني، فهي رابطتنا شوي. فما في يعني مع الأسف بعد الكورونا بعدتنا، بس لا نزال يعني قراب. والوالدة تصر ان يعني مثل ما تقول تنقل لنا الأخبار الزينة في العائلة، فما شاء الله عليها لحين واعية و يعني تبارك فيها.